والمسار لمجريات هذا الشوط. نقترب من المركز الاول، نشوف الصداره الان تحتلها زريق لهجن العاصفه بمعيه زريق، هناك الجانب الاخر تحمله كذلك في المنافسات والتحديات لهجن العاصفه في هذه اللحظه مع الصريديه، بينما المضمر حمد بن راشد بن غدير. اما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت نجده في خلال هذه اللحظه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب، المضمر مطر بن سيف بلاحج الهاجري يغير يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث زعفران اسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوب يضمرها عتيج بن سالم العرطي الحميري في المركز الرابع. الان المركز الخامس ننتقل الى هجن الرياسه والى نشوه، نشوه من هجن الرياسه عمليه تضميره لصالح بن سعيد العري المري، والمركز السادس هنا وصول كذلك من هجن العاصفه بوجود لوبه تحتل هذا المكان وهذا الموقع، بينما المركز السابع ايضا هجن العاصفه تقدم لنا مقصصه مع الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذا الاندفاع وهذا التحدي. المركز الثامن، المركز الثامن الشاهنيه اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سيف بن احمد بن خريد. المركز التاسع، المركز التاسع هنا تقدم من الضبيل اسمه الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى، بينما سلطان بن سعيد الخاطري في التضمير. والمركز العاشر عندك الحاي، هذه النصيبه اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان اسمه الشيخ مكتوم بن محمد برايد المكتوم، بينما في عمليه تضمير علي الحاج هو من يتولى عمليه التضمير. هذه النتيجه حتى الان مشاهدينا الكرام لمراكزنا الاولى المتقدمه، واكيد الفرق شاسع، الفرق شاسع، والنوعيه هنا تحكي لنا طريقه البدايه وطريقه التسلل الى قلوب الجماهير. نعود الى المركز الاول ونعود الى الصداره، وهناك نجده الان من تعلقت بزمام الشوط، هذه نجده، هذه نجده الان تتحكم بقبضه هذا الشوط بالمركز الاول لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوب، بينما في عمليه التضمير مطر بن سيف بلاحج الهاجري في المركز الاول. هناك ابو عمر يعني يتقدم في هذه الرشاقه المميزه، بينما المركز الثاني تواصل زريج هذا الاداء، زريج تحتل المركز الثاني بمعيه زريج الصريديه، وتعود الملكيه لهجن العاصفه، بينما المضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع النقله على زعفران اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي الحميري في عمليه التضمير. المركز الخامس نقله الى نشوه من احتلت المركز الخامس التابعه لهجن الرياسه، بينما صالح بن سعيد بن العري المري في عمليه التضمير. والمركز السادس هناك هجن العاصفه تقدم لنا لوبه على المركز السادس مشاهدينا الاعزاء مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السابع وصلت الظبي لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد الخاطري لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى، بينما في عمليه تضمير السلطان بن سعيد الخاطري مشاهدينا الاعزاء يحتل المركز السابع في هذه اللحظه. المركز الثامن نشوف هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الشاهنيه مع سيف بن احمد بن خريده، والمركز التاسع لسمو الشيخ احمد اسمه الشيخ راشد بن احمد المكتوم المكتوم، هذه الميديه يضمر حميد بن بدر العليلي. نعود ايها الحفل الكريم الى حيث مكان الصداره، الى حيث مكان التحدي، ولا حيث الجماهير وعيون المراقبين تراقب الاسماء، تراقب اسماء قويه قادمه، تراقب اسماء ونوعيه فاخره تشاركنا اليوم في هذا السباق. لكن نعود الى المركز الاول، وهنا الصريديه من تحتل الصداره وتتمسك بالقياده تسير في هذا المسار. هذه الصريدية الهجن العاصفة يضمرها حمد بن راشد بن غدير، لكن وصلت زعفرانة، وصلت زعفرانة في هذه اللحظات. الله يا زعفرانة اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، لكن هناك الله 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 زريج الان قادم من هجن العاصفة، زريج مع المضمر حمد بن راشد بن غدير. الله يا العاصفة، الله يا العاصفة، والله عينك يا عتيج. عموما على كل حال نشوف زريج الان غيرت وخذت المركز الاول، زعفرانه تحاول، زعفرانه تحاول من الجانب الاخر اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، لكن والله والله مشكله. زريج الان لا زالت مسيطره على المركز الاول وعلى الموقف الحساس، تليها في المركز الثالث هناك لهجن العاصفه الصريديه، بينما المركز الرابع تنضم كذلك مقصصه من هجن العاصفه ولوبه هذه اللي واصله، وزعفرانه في المثلث الرابع في مثلث برموده، لكن السيطره من زريج
زريج الهجن العاصمة هي الآن حتى اللحظة في المركز الأول. زريج الهجن العاصمة مسيطرة 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 مسيطرة، لكن الصريدية عادت مرة أخرى لهجن العاصمة وانتزعت المركز الأول وانتزعت صدارة هذا الشوط بمعية زريج، بمعية الصريدية زريج. ولو بتهانينا الهجن العاصمة على هذا الفوز وهذا الانتصار اللي تقدمه هذه الأسماء العملاقة في مساء هذا اليوم. بينما المركز الرابع هناك تتواجد زعفران اسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم. المركز الخامس تأتي المايدين اسمه الشيخ راشد بن أحمد مكتوم المكتوم. هكذا مشاهدينا الأعزاء خمس مراكز أولى متقدمة في مسار الشوط ومسار الاندفاعات والتحديات في هذه المشاركة. نعود بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء إلى البداية وإلى لحظات الوصول من الصريدية بست دقائق تسع ثواني، ثلاثا من الأجزاء من الثاني تهانينا وأنهم لهجن العاصفة. وإلى الواثق حمد برايد بن غدير هنا زريج ست دقائق عشر ثواني وفاء وتماما وكمالا تهانينا كذلك لهجن العاصفة. بينما المركز الثالث كذلك وصلت لوبة لهجن العاصفة بست دقائق عشر ثواني جزئين من الثاني تهانينا والناموس لهجن العاصفة إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير.